بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل اللهم عظم فيه روبتنا واجعله نورا لبصرنا وبصيرتنا وشفاء لصدرنا وقض به جسدنا وكفر به ذنوبنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الأخيار آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
واتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الله دي أليم ضايم مولا قرليم نايلر يولد دورالم Mukaddes kutbu Rabbani Mualla Gavsi Sübhani Mukaddes kutbu Rabbani Emiri sırrı Yezdani Tümuhiddini Geylani Alelyalelya Seydiye Ayni Alelyalelya Seydiye Ruhi Alelyalelya Seydiye Ayni Alelyalelya Seydiye Ruhi Zehi Simai Nurani Zehi Ferhunde Pişani Zehi simai nurani Zehi ferhunde pişani Kemali hüsni insani Tümuhiddini geylani Alelyalelya seydiye ayni Alelyalelya seydiye ruhi Alelyalelya seydiye ayni Alelyalelya seydiye ruhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم.
واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخل الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان ويا أرحم الراحمين All praise be to Allah سبحانه وتعالى Peace and blessings be upon the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and all the prophets from Adam alayhi salam to him sallallahu ta'ala alayhi wa sallam as well as on the companions of the Prophet and their followers. Ya Rabb al-Alameen, O our Lord, only you do we worship and from only you do we seek help. Guide us along the straight path. Ya Rabb al-Alameen, You are our Lord. None has the right to be worshipped except you, Ya Rabb al-Alameen. You created us, and we are your servant, and we abide to your covenant and promise as best we can. Ya Rabb al-Alameen, we take refuge in you from the evil of which we committed. We acknowledge your favor upon us, and we acknowledge our sins. Ya Rabb al-Alameen, grant us forgiveness and mercy, for you are the best of those who show mercy. Ya Rabb al-Alameen, condemn us not if we forget or fall into error. Ya Rabb al-Alameen, lay not on us a burden like that which you did lay on those before us. Ya Rabb al-Alameen, O our Lord, lay not on us a burden greater than we have strength to bear. Ya Rabb al-Alameen, blot out our sins and grant us forgiveness. Have mercy on us, Ya Rabb al-Alameen. You are our protector. Help us against those who stand against faith. Ya Rabb al-Alameen, grant us, our parents, our friends, good in this world and in the hereafter. Protect us from the torment of the hell. Ya Rabb al-Alameen, grant us in our mates and offspring the joy of our eyes and makes us patterns for those who guard against evil. Ya Rabb al-Alameen, with all humility and sincerity, we appeal to you and seek from you your grace, your guidance, and your help. Ya Rabb al-Alameen, we, as Muslims and as all humanity, having been terribly afflicted with a disease known coronavirus, we are now in a very miserable situation. Ya Rabb al-Alameen, we ask for your help and call you by your name as Shafi. Give us cure and remedy to this disease. Ya Rabb al-Alameen, we cry out your Shifa as you are the healing. Grant healing to those who are suffering from this terrible disease and other diseases. Ya Rabb al-Alameen, wa ya arham al-Rahimeen. On this special night, we call upon you with the supplication of your prophets from Adam alayhi salam to Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Accept our du'as as you accepted them from your prophets. Ya Rabb al-Alameen, we ask your rahmah, your mercy, your compassion. Ya Rabb al-Alameen, you bestow your love and compassion onto us and forgive us. Forgive all our sins except our repentances. Ya Rabb al-Alameen, we pray to you with our hearts and tongues, and we ask for your help under all circumstances. We do know it. It is you who gives all, and it is you who takes all away. You are the whole and sole creator, provider and sustainer. You save all humanity from this current disease by helping us to find the cure to this disease. Ya Rabb al-Alameen, take all of us and all humanity out of this miserable condition. Ya Rabb al-Alameen,
as you stated in the Qur'an, there is an ease for every hardship. Therefore, rescue all humanity from this hardship, Ya Rabbal Alameen. You are indeed forgiving, all forgiving. You love to forgive and forgive all of us, Ya Rabbal Alameen. O Allah, protect us all from the kinds of visible and indivisible evils, calamities, dangers and illnesses. Ya Rabbal Alameen, keep us all united and help us to be good Muslim. Ya Rabbal Alameen, grant us goodness in this world and in the hereafter. Ameen, Ameen Ya Rabbal Alameen. Ey yerlerin göklerin hakimi, sahibi, yaratıcısı, yöneticisi, bizler garip kulların olarak ellerimizi sana kaldırdık, kalplerimizi, gönüllerimizi sana açtık. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle, affımızı diliyoruz, merhametimizi istiyoruz. Ya Rabbi sağnak sağnak yağdır rahmetin üzerimize. Ya Rabbel Alemin, ey bu okuduğumuz Kur'an'ın sahibi Yüce Rabbimiz, sana sığındık, kapına geldik, ellerimizi sana açtık, dillerimizi duaya açtık, gönüllerimizi şefkat ve merhametine sunduk. Ya Rabbel Alemin, peygamberlerin, mazlumların, muhtaçların, sahipsizlerin dualarına icabet eylediğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin kıl. Ya Rabbel Alemin, bütün dünyayı kuşatan bu salgın hastalık karşısında bizlere inayetinle, lütfunla rahmet eyle. Gazabından rızana sığınırız, azabından affına sığınırız. Ya Rabbel Alemin, bizleri, ailelerimizi, ülkemizi, devletimizi, milletimizi, bütün insanlığı muhafaza eyle. Şu anda huzurunda ellerini sana açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar, borçlularımıza kolaylıklar nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, devletimizi, milletimizi, Bilad-ı İslam'ı ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklarından muhafaza eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Ya Rabbi, bu zor zamanlarda büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimize, özellikle sağlık görevlilerimize yardım eyle. Onları muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Ya Rabbi. Dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi, direncimizi, basiretimizi artır Ya Rabbel Alemin. Sabırlar ver, merhamet, metanet ver bizlere Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbi, dünyada ve ahirette, mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan bizleri, cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. قبول الدعاء عظمة هدارا تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة